بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عظيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، يعني نصيبه في الآخرة أي الأبد، يعني جهنم وبئس المصير. هكرت الدنيا وعجلت، وهذا راه فيه تاريخ كله، انتم انظر ما حول، اغلبهم يحبوا العاجله، هات الفلوس تو نسرق ما يهم، اختصب ما يهم، يعني نهايه في الوقاحه ونهايه في غياب العقل. كلام بعد دعونا اليوم عقل مراجع، ويدعونا انهم قادرين على تسيير دوله ولا تسيير معمل ولا حاجه. من انتم؟ انتم حتى انفسكم ما فقتوش، شنو اللي يهددوها؟ هاتوا بعد هددني ما عمل فيها ريتها. انت غافل تماما، كما يقولوا ما تراش العواقب، في انسوسيون لا اله الا الله. واغلب الناس يعموا على العواقب. المهم في عطيني لفتهم لسي منكم، سترى بعد حين وجيز ترى اللي حساب غلط 100%. واحنا دائما هالقرآن نحذركم من انقلاب الاوضاع، قلكم اياك توجور في مونديرسيون دي سيتواسيون ريتورمون دو سيتواسيون. والسلام على اهل الاسلام.